جلسة أخرى أضيفت إلى سلسلة الجلسات غير المنعقدة والأسباب عديدة، منها ما هو واضح للجميع والمتمثل بانشغال عدد كبير من النواب بالحملات الانتخابية، وأسباب أخرى أبرزها غياب التوافقات السياسية على أغلب القوانين التي تحول دون اكتمال النصاب. للأسف يعني هذه أكثر من مرة احنا نحضر بهدف عقد جلسة البرلمان لكن النصاب مدى يكتمل، يعني أغلبية النواب المرشحين المعادين مشغولين بالدعاية الانتخابية ومدى يحضرون، بالتالي طبعا التصويت على مشاريع القوانين متوقف، كثير من عمل البرلمان مدى يتحقق. لم تأخذ جلسات لأسباب متعددة، هو يقينا كانت أكو قوانين مهمة لابد أن قرأت، قسم عدة قراءة أولى وقسم عدة قراءة ثانية وقسم بالتصويت، لم حقيقة يتم إكمال هذه القوانين بسبب هذه الانتخابات المبكرة أو الاستثنائية وانشغال النواب بالحملة الانتخابية. يقينا سوف ترحل هذه القوانين مجمعها إلى الدورة القادمة، ونتأمل من الدورة القادمة أن يكون جديين بالتصويت عليها. عمر هذا البرلمان الذي تبقى عليه 40 يوما مر بظروف استثنائية كبيرة اختلف فيه عن الدورات السابقة، فتعطل سببته الاحتجاجات في تشرين عام 2019 وآخر بسبب جائحة كورونا واستمر لأكثر من سنة ونصف، ما أثر على إقرار وتمرير العديد من القوانين المهمة. طبعا هذا الشيء مو غائب يعني على كل أنه التوافقات السياسية أثر بصورة واضحة على القوانين، نشوف أكو قوانين مثلا بها يعني خلينا نقول ما تكون منصفة للكل بصورة عامة أو ما نقول عادلة 100%، تشوف أكو بها محاباة وإن كان غير ظاهرة للجهة سين أو الجهة صاد. يمكن سنة وشوية بسبب كورونا ماكو اجتماع، مشاكل التظاهرات الأخرى كلها عطلت كثير من المشاريع بالنسبة أو في عمل البرلمان. رئاسة المجلس تحدد موعداً للجلسات وتضع جدولاً للأعمال، لكن النصاب يحول دون عقدها ومزاولة أعماله بشكل طبيعي. غياب التوافقات السياسية وانشغال النواب بالحملات الدعائية تحول دون استئناف البرلمان لجلساته الاعتيادية، ما يؤثر على عمله التشريعي، فالعديد من القوانين إلى الآن تنتظر رحمة التصويت عليها. من داخل البرلمان العراقي، محمد فراس، قناة التغيير.